مين طه ده؟ هترد وتقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهيكون ردك ايه لو قلت لك ان طه ليس اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي بنت انت في دماغك حاجه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، يعني يا طه يا محمد ما نزلناش عليك القران لتشقى لتتعب. اقول لك حاجه كمان، ياسين كمان ماهوش اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طب استهدي بالله كده، ربنا بيقول ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. مين بقى ياسين بقى؟ مين بقى اللي من المرسلين؟ ما هو سيدنا محمد. بص يا سيدي، ياسين وطه زيها زي الف لام ميم، زي الف لام راء، زي طه سين ميم، زي اي حروف مقطعه في القران الكريم، بس الفرق ان ياسين وطه يجوا قبل ايات بتدل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس اختلط عليها الامر ففكرت ان ياسين وطه اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طه وياسين ليسوا من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش كلامي، ده كلام الشيخ الشعراوي، تقدروا تروحوا بنفسكم تبحثوا وتتاكدوا. فيا ريت بعد كده لو سمعت كلمه صلي على طه زي الاغنيه اللي بتقول يا رب العالمين صلي على طه الامين، قول للشخص اللي قال الجمله دي ان طه ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم زي ما معظم الناس فاكره. اتمنى اكون فدتكم باي معلومه، وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب.